اوكي حبايبي، نحن الان على الطريق عم نطلع الجبل حبايبي. مثل ما انتم شايفين هون عندنا دول الجبال حبايبي. شوفوا 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 شوف المنازل، شوف المنازل ما احلاه. يا سلام، رح نحاول نطلع للجبل يا شباب، ننزل ننزل ونطلع وننزل حبيبي. والله شوف باللوز ترى هون شباب، لازم نركز منيح لانه الامور هون خطيره كثير، ولازم ننتبه لانه هون الاراضي شوي صايره جليد فيها وممكن الامور خطر. الحمد لله اليوم الجو تمام، ما عندنا كثير امطار وكلش تمام. هون صديقي عم يخلي جنبي، عم يخلي حط الجي بي اس لانه ممكن نضيع، لانه من شوي ضيعنا ساعه من الطريق لنشوف الاوضاع. هون حبايبي نحن هون عم كل ما عم نطلع على الجبال، هون عندنا نهر شايفين، الصراحه شيء طبيعه زاهيه، طبيعه شيء تمام التمام حبايبي. انتوا شايفين، حاول نفرجيكم اكثر شيء. هون راح نحاول نطلع من الجبل بهذا الطريق حبايبنا، اوكي، لحتى نوصل نطلع لفوق لفوق اكثر واكثر، وكل ما بنطلع اكثر واكثر لفوق الجبال والثلج بيكثر. اقول لكم شبابنا، طبعا هذا شباب اول فلوك، اوكي نشوف ان شاء الله رح نتعود شوي ويكون الامور احسن واحسن. اوكي حبايبنا، هون بتبلش المغامره الاولى حبايبنا. مثل ما انتوا شايفين هون عندنا هون اللي يسموها التلسياج، مثل ما انتم شايفين راح ناخذ هون ونبلش نطلع لفوق شباب. مثل ما انتم شايفين انا قاعد عم صور من كاميرا التليفون عشان تكون واضح، وليتس جو حبايبنا، راح نحاول نطلع ونفرجيكم عن قرب اكثر واكثر حبايبنا. طبعا شباب عشان نطلع عشان نعرف نتزلج راح افرجيكم اشياء. هون عندنا المكان التزلج، هي الدلاجه هي معلم يسموها ليسكي. عندنا الحذاء هون مخصص إلها تمام، واللبس طبعا مخصص له يعني عشان الحمايه وما حمايه من النزول. يلا نشوف البعد. اوكي حبايبي كرام، مثل ما انتم شايفين هلا هيك وصلنا للجبل فوق حبايبي، عن جد منظر نار واو. مثل ما انتم شايفين ويلي ويلي ويلي، وهون حبايبنا في شويه هواء لانه ارتفعنا بالارتفاع تمام. يعني جرب حط فرجيكم حالي شلون صاير، رح يكون البلوك شباب لقطات هيك حبايبنا. الله يسعد اياكم، نشوفكم بعد شوي، رح نطلع الارتفاع اكثر من هيك. قولي والان رح ننزل حبايبنا، مثل ما انتم شايفين ننزل شوي، هننزل خفيفه طبعا صعب كثير التزلج بالتليفون بايدي. شوفوا شوفوا المنظر، هذا صديقي من يكون معي، هو محترف كثير بالتزلج بس هيك انا شوي مش توب توب، انا نوب 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 بالتزلج. يا بوي نروح شوي على اليمين فرجيكم هون. لا فشغل اوكي، هلا بلش النزله تصير اسرع من هيك. او ماي جاد، ووهو ووهو، كيف ما عم نقرب اكثر كيف ما عم ننزل نزله اسرع من هيك. يا سلام، طبعا شباب السنساسيون اسطوريه صراحه، الاحساس شيء تمام التمام. لازم اركز الا ولا ما لا ولا راح اقع. يلا قربنا قربنا، راح نوقف شوي بعد شوي هناك. السلام، رجع المنازل حبايبنا، المنازل طبيعية. هون لازم اركز منيح لانه بلش الامور تصير ضيق. طبعا هون شايف في اكثر من بيست، كل بيست بتختلف. عندنا بسموها البيست الاول، بيست اللي هي يعني الطريق المنظار، اوكي في لون الاخضر هذا هو، انا الان يعني خلينا نقول لون الاخضر للمبتدئين. بعد الاخضر عندنا الازرق اللي هو يجي اصعب شوي، النزله تكون اصعب اكثر. وعندنا الاحمر اللي هو يعني
الشيء صعب كتير. وعندنا الأسود الشيء يعني للمحترفين ومش بمستوانا. أو ماي جاد فرجولي. يلا نشوفكم من بعد. رح نروح لهنيك عشان نحاول نطلع لفوق أكثر وأكثر. يا سلام. حاول فرجيني حالك. ممكن معنا قربنا. يا بوي. ما هذا هو صديق شاب اسمه كامل. كامل عمل يو. اوكي. Because every time it's cool. حبايبنا هلا قاعدين نزلنا من هناك والان قاعدين عم نطلع من هذه الوضع. هذا التلسياجة عشان هنا كمان بنطلع اكثر مره بنطلع لفوق وبنرجع بننزل. يا بوي. طبعا قاعدين معلم قاعدين طبعا الارتفاعات يعني الواحد يخاف من الارتفاعات حبيبي والله صعب جدا. السلام. شي مرتب لا تنسونا باللايكات لايكات ها. ما ان شاء الله نحاول نعمل اكثر من جزء هذا الفلوج لانه راح نطول اكثر من يوم. تمام ليتس جو تفرجوا هون السماء. هاي طبعا هذا بدنا ناخذ هذا الوضع نطلع فيه لفوق. اشياء طبيعه طبعا جو منيح اليوم ما في شمس ما في كثير برد الامور طيبه. اوكي حبايبنا الان عاملين استراحه خفيفه لطيفه مطعم نص الجبل ما انتم شايفين. هون المطعم خفيف تمام التمام. رح نتغدى احنا الان بنص الجبال يعني بنص الجبال. هاي الجرافات اللي يستعملوها عشان يضبطوا المضمار البيست. برجيكم شوي لهناك ان شاء الله تكون حاول نصور لكم كثير من الاشياء نشاركها معكم. يا بوي تمام تمام. وهيك وصل لك الحبايبنا شويه كباب شاورما اوكي نسيب اللوز شويه فريتات مع هذا المنظر الحلو. حبايبنا والان احنا باكبر على هذه الجبال مثل ما انتم شايفين. كمال جو هذا صديقي وانا هو يعني معلم في التزلج. فرج 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 شوف لي هذا المنتوف. واه او ماي جاد ضربت عين اقسم يا ربي. والان حبايبنا الوقت المهم كثير بنهايه اليوم. طبعا اكلت الشوكولاته اكلتها معنا اوكي. وهذا المنظر الجميل. اوه حبايبي بخير وصلنا للهوتيل خلصنا من الليله هاي. هذا اليوم كان كثير كثير صعب شباب. انا صار لي زمان ماني مدلج. فرجيكم شوي الغرفه. هون عندنا الغرفه هون شباب. عندنا هون التخت باللوز وهون فرجيكم هون عندنا هون الشباك اوكي شالي على رواق حبيبي والله يا بوي. اوكي حبايبنا والان راح نروح نطلع نتعشى ناكل لقمه خفيفه لطيفه يا شباب ومن بعد نروح حتى نرسم هناك. اوكي حبايبنا من بعد العشاء تعشينا لقمه خفيفه لطيفه وسريعه حبايبنا. طبعا ما بعرف اذا عم تشوفوني حبيت افرجيكم العشاء بس ولكن نسيت لا تاخذوني اوكي اكلنا بيتزا. سو حبايبنا اتمنى ان عجبتكم هذه الجوله الصغيره
و اكتبونا بالتعليقات شو رايكم وننهي على رواق هذا اليوم الجميل يا سطير. نلتقي ان شاء الله بيوم تاني. اوه ترى حبايبنا الدنيا برد هون، لازم نروح بسرعة نحط راسنا وننام لانه اوه كتر حوقع شباب. هون انت شايفين هذا تلج مع الليل، تلج واحد يتزحلط حبيبي والله. يلا نشوفكم حبايبنا، تشاو.